بدأت في فيينا جولة جديدة من مفاوضات نقل الغاز بين أوكرانيا وروسيا. الاجتماع الذي حضره رئيسا شركة نفط غاز الأوكرانية وغاز بروم الروسية بحث تمديد العقد بين كييف وموسكو، حيث ينتهي عقد توريد ونقل الغاز عبر شبكة خطوط الأنابيب الأوكرانية في 31 ديسمبر الجاري. الجانب الأوكراني أفاد بأنه سيسعى للحصول على عقد لمدة 10 سنوات أخرى.